رسوا صفوفهم وتماسكوا جيدا، فمدينتهم التي تحملت الحصار لما يفوق عاما ونصف لا يمكنها أن تتحمل أن يدمر تاريخها وأن يتحول تسامحها إلى أنقاض. نظم العشرات من أبناء مدينة تعز وقفة احتجاجية أمام مبنى البحث الجنائي في المحافظة، معترضين على ما أقدمت عليه مجموعة مسلحة من تفجير لجامع عبد الهادي السودي، أحد رموز الصوفية في اليمن خلال القرن السادس عشر. ورفع المحتجون ما رفعته غيرهم من شعارات ومطالب تستنكر العمل الذي يعدونه دخيلا على مجتمعهم ويحاكي ما تقوم به ميليشيا الحوثي في بقاع مختلفة من البلاد. ندين ونستنكر ما تقوم به بعض الجماعات من تفجيرات للمناطق الأثرية، فهي لا تختلف فكريا عما يمارسه جماعة الحوثي من تفجير كذلك لبعض المساجد ودور القرآن، فالفكر يعتبر نفس الفكر. وبدأت موجة الاحتجاجات عقب التفجير بلحظات قليلة، حيث اتجه عدد كبير من الأهالي إلى حيث يقف المبنى منذ 400 عام دون أن يمسه الضر أو تهدمه فكرة. وتحت تأثير الاحتجاجات اختفت الجهة المنفذة وبدأت بالهروب، ولم تجاهر بصنيعها الذي لم تعتقد أن يلاقي ما لاقاه من انتقاد وغضب.